تشكو كثير من الدواب لأخرج المنطقة المعارضة إلى منطقة الحكومة. وأتمنى أن الرؤية تقابل قبل أن تأخذها لنظرة إليها. اسمحوا لي أيها السادة أيها السيدات وأقول لكم أخيرا وأخيرا أن حزب الأصالة والمعاصرة سيبقى في الحكومة، سيستمر في الحكومة، سيشتغل في الحكومة. أما تلك الجرائد الصفراء والأقلام المتسخة فإن متمنياتها مجرد أضغاط أحلام وستبقى كذلك. يجب أن تدركوا جيدا أننا آتون، وأن 2021 ليست فقط إلا نقطة انطلاقة حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الأصالة له مستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.